فيلم لذة. والله إني ما أحب أتابع أفلام. نايف يقول أصلاً ما أحش. ها؟ أسولف أنا نايف كل يوم يقول أنا ما أتابع. ما تتابع أنت؟ لا أتابع بس قليل فعلا يعني أفلام مسلسلات أنا أحب. أقول أنا أقوم من النوم مرات صبح كل ظهر صبح أشكل بخاطري أشوف تابع فيلم بالليل. حق الليل عرفت؟ تخيل. أنا نقطة. إنه ينسق إنه يرد مبكر عشان يتابع. ما والله العظيم. لا مرة ترولي اشتري أغراض. أنا عندي في المسلسلات أخذ وقت المسلسل عندي مثلا أتأخر على مبدأ فيه أقول أبي المسلسل فلان بس ما يعني أحس أني مشغول فما أتابع. فلو أتابع منه خمس دقائق بس أنا مستعد أني يوم كامل ما طلع أني أخلص المسلسل. لا أنا أتكلم أنت تابعته وتوهكت صار ودك تخلص. إيه لا أنا أقوم من النوم مثل اليوم عندي دوام مثلا بعدين عرس بعدين. طيب أول شيء يعني إيش أبي أتقهوى من أقوم من النوم يصير بخاطر أشوف فيلم. ناس يصحون خاطر في قهوة خاطر. بالليل بالليل آخر شيء تكفيلة اليوم. فيلم يا أخي طويل وقتها يزهق. أما مسلسل حلقة 40 دقيقة خلاص خلاص والباقي تكمله بكرة وإن كان قفل يعني خلاص تكمل. مني أنا يوميا ألزم نفسي إني أتابع ساعتين. هي لا شك أنها تختلف من شخص لشخص. أنا أفصل على نوع أفلام مثل اللي هو مثل زين السنة أفصل على فيلم الكابوي. تعرف فيلم الكابوي؟ بدو أمريكا. إيه أتابع فيلم هذا جو حلو دارو أتابعها جوي الأفلام اللي كذا أحب. خلص السنة اللي وراها أتابع أفلام غموض. ها؟ غموض حقيقة. أشتني أستمتع بأفلام المصرية. أيوة أفلام مصرية يجيك. لا بس أنا ثلاث ممثلين بس أتابع أفلام مصر فترة الأخيرة. من؟ أحمد حلمي، أحمد سعد، عادل إمام. معنا عادل إمام أبطل ممثل مسلسلات بدوية مات محمد رمضان. أنا أحمد حلمي تابعت كل أفلام. إنه أنا اللي رئيس عصابة وكذا. لا 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 كلها نفس الشخصية. من؟ نفس الصوت. من؟ رمضان. أنا محمد أحمد حلمي ما في فيلم إلا وشفته. له ختمت كل أفلام. كده رضا. حلو كده رضا. ختمت في فيلم وش اللي هو زكي شان. زكي شان. مسوي نفس زكي شان إيه زكي شان نفس كده رضا. في فيلم قبل فيلم الأخير هذا اسمه خيال ماتة. إيه تابعته بس ما عجبني خيال ماتة اللي هو دقيقة اللي هو يأخذ عنده مدري حاجة ثمينة شايب هو يروح الكافي. أيوة إيه هو ذا صح. أحمد حلمي بشخصية ثانية يبي يسرقه. ايه سووا مزاد بعدين. ايه لا الاخير شفته نسيت اسمه بايخ الاخير. الاخير شفته في السينما صح؟ إيه؟ هذا هو شفته سخيف الاخير بس انه مضحك. الله يحييه. افضل خيال ماتة. لا انا عندي خيال ماتة حلو. في حد مسلسل قديم عادل امام؟ والله في حد قبل في رمضان نزل قبل 6 سنين مسلسل ايش اسمه؟ اي واحد اللي هم العراف. هم قروب اللي يروحون من ديرة لديرة. لا لا العراف حلو اللي كل يوم يقوم. لا الحرامي هذا من هم حرامية كان هو يقوم. إيه بعد هو مثل الثاني العراف. من هو ذا؟ في واحد ثاني مأمون أو شيء كذا. أيوة صح. من هو هذا؟ عادل إمام مسلسل. أنا المسلسل اللي حبيته لو عيد 20 مرة ما طفشت منه اللي راحوا سرقوا بنك. إيه شو اسمه؟ المأمون أو شيء كذا. هذا الظاهر هم جروب. جروب إيه. أيوة. إيه هذا هو. هذا لو نعم. عيد 20 مرة ما طفشت. نسيت اسمه. المأمون. نسيت اسمه. الهز هو حاط باسمه. إيه المأمون. ذي الهزب. في الثاني العراف اللي كل يوم نصاب هو.
اللي بدايته منتحر شخصية شرطي. لا ما تبعت. لا عجيب هذا. مأجر بيت ومنتحر شخصية شرطي ويصيدون واحد في الشارع. جديد؟ هي قد آخر مسلسلاته. لا أنا قديم اللي أقولك. ولك تذكر أرض الطيبة؟ هذا لو أتابع الحين أنا ما عندي مشكلة. هو يا وادي الذئاب. أرض الطيبة. تركي. إيه. إيه. زيدان وطارق. لا. والدكتورة شو اسمها؟ من ذاك اليوم أنا أفكر في اسمها. شنو اسمها؟ شنو هذا؟ تدري أني أتابع أنمي من 2006. أنمي؟ إيش تو؟ من 2006. تخيل من 2006. أنمي؟ من 2006. 2006 يعني كم قبل كم سنة؟ تقريبا 17 ولا 18. 17 سنة. من 17. للحين ما خلص. إيه يا طول طول. مسلسل. كذا ما حد تنزل حلقة. هذا من متى هم يصورونه؟ من 99. One Piece. إيه أعرفه. عارف نظامك، نظامك تتابعه والنظام ما تبي تقول خايف الناس تتابعه. والله أعرف اسمه بس ما تابعته. إيه أعرف النظام هذا أعرف. والله أنا ما تابع أنمي. وقعت من فخر بسرعة. والله ما تابع أنمي. الله يسامحك. ليه؟ ليه ها؟ والله أنا أعرف. نظام عرفت يتابع محقق كونان و محقق كونان. لا والله أنا جوي المسلسلات القديمة البدوية عرفتها. والله كذا راسه غليص. انا تابع غليص بالرماح. تابعته مسلسل صدق والله تابعته ولا اي والله اني تابعته قديم غريب والله ما توقعت ان جوك كذا. والله جوك كذا وحلو حلو مسلسل جميل. ولا يوم كذا ترى احب المسلسلات اللي كذا يعني لو في شيء كذا يجذبني بلقطه اتابع. خلف المدعيجة و طولت. ايه هذا خلاه خلاص. اه شديت مثل انا كنت بسألك بس ما ادري وش عن شيء والله نسيت اسألك والله ما ادري وش حلو ممتاز. كوف ديوتي تذكرونه؟ اوف كوف ديوتي الخامس انا الثالث على العالم صدق والله. زومبي مشهور ولا وش اسمه الثاني ضد ناس؟ ضد ناس لا الزومبي. الزومبي أصلا نزل بالجزء الخامس السابع. أنا اعتزلت بالسابع تخيل سنة 2010 اعتزل كنت الثالث على العالم. ونك نكي لو أقول لك يعني يعرفون أوساط وبستيش أقسم بالله والله استنى قديم أسطورة كان نك أسطورة عند الناس صدق صدق والله. اسمه أسطورة؟ لا اسمه زحزوح. زحزوح؟ ايه ومسوي نك ثاني زحزيح. اذا افتحوا لك المجال ثالث؟ لا لا صدق والله نكي كان زحزوح معروف معروف يعني معروف السعوديه في الكويت في عمان. انت في زحزوح ولا زحزوح؟ زحزوح زد سفن زد او سفن. على ايش بنيتها؟ في مدحه هنا اكيد عندكم زحزوح. ايه فلان زحزوح. ايه انت تقول زحزوح نفسه مديك زح زح رقتي اتكسر الح زا والله ما توقف بين الله يسامحك. زومبي سبب الله يسامحك انت ان شاء الله. لا احنا الطحن طال عمرك ستة بستة سيرش اند ديستروي. كان اختصاصي قناصة سنايبر. لا انا ما كنت احب هذا احب الزومبي احب العب في الزومبي. زنتيفل تعرفه؟ لا زنتيفل ايه شلون ايه هذا واحد من صانع هذا هو اللي ها تغيب عندنا هذا هو اللي لعبته فرنسا. لا فرنسا تعرف الرقه فرنسا برجيب. والله انا اتحمس معك. ليش يا ولد؟ هذا لعبه ريزيدنت ايفل. ريزيدنت ايفل ها ريزيدنت ايفل. توقف بيننا الدال. لا غيرت معنى انت بالانجليزي قاعد تسولف ليه؟ ها؟ ريزيدنت تعال تسحر تعال ريزيدنت يعني مكان
إيه وريزنت إيفل. ريزنت إيه ريسنت يعني إعادة إرسال. تغير كم؟ ما في ريزنت. ريزنت ما في كلمة. والله موجودة. ريسنت ريسنت إيه ريزنت الساء إذا جاء وراها راء تصير زاء. بس مش والله يعطي يا مجانا بارد. والله نشوف بروته. والله نشوف فيفا قبل كم الحين جد رصيدك هنا كم وصلوا؟ أدري ثمانية. زد رصيدك كم هاشتاج؟ 59. بكرة 60. بكرة 60 الحين. بكرة هذا دخلنا بكرة ولا ما دخلنا؟ لا الحين بكرة 60 نام ونقوم 60 يعني عام. بكرة فطورنا 60 ولا دخلنا الحين 60 فطورنا 60 شت كيف يسر علي يا أسمع؟ ما بقى شيء ويذن يا شباب. كيف شنو ما بقى شيء؟ كم باقي؟ باقي 10 دقائق. لا والله جد. كم تبي خماش؟ خمسة وأربعين. خمسين يعني. 54. شنو ايش فيك؟ نبدأ نبدأ. احس انها بلعبة هانجر جيم. عرفت هانجر جيم؟ حق الفضة والدلبة. هذا اخضر. اخضر الدلبة. احمر انا. ما في ذهب اليوم. صد؟ والله ما في ذهب الظاهر. ليه؟ تلبسه؟ وين تطلع الصورة طيب؟ وين تطلع الصورة؟